يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديثا فيما معناه: لأن أملأ بطني قيحا خيرا من أملأه شعرا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه الشعر غير النزيه، الشعر البذي الذي فيه شر، وأيضا كون الإنسان ما له عناية إلا بالشعر، كل همه في الشعر، هذا مذموم. لكن أنه يأخذ من الشعر قسطا يستفيد منه، ولا يجعل كل شغله وكل اهتمامه بالشعر وينصرف عن العلوم الأخرى وعن الفوائد الأخرى، هذا هو المذموم.